أيضاً الثاني عشر والأخير من إعلانات انطلاقته بهذا التحدي بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام والخاص بالزمول المهجنات الأصايل هنا أيضاً بعد أن تابعنا شوط الزمول المحليات واستطاع شاهين أن ينتزع الفوز والناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز. نتابع شوط الختام وبداية هنا أيضا نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم وانطلاقة أيضا الحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ. الصدارة في شوطنا الذي منطلق هنا والمركز الأول الباز السيب مطر بن محمد بضبيعة الاكتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الرمادي من يأتينا في المركز الثاني حمد بن سالم بن علي بن فطيس المري من يأتي على المركز الثاني بينما المركز الثالث المركز الثالث الواعي لصالح بن محمد بن سالمين العامري من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شاهين محمد بن حمد بن ملهوف لقتبي من يأتي ويتواجد على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مسكت الحمدي بن محسن بالحول الحارثي من يأتي مع مسكت على المركز الخامس. وسادس المراكز لافي عوض بن حمد بن عبلان لقتبي يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة. ومن الجانب الآخر هنا شعار بن طويل بيتواجد أيضا هنا بهذه الانطلاقات مع براق محمد بن ناصر بن طويل المنصوري من يأتي بهذه التحديات والإثارة. المركز الثامن والمنطلق هنا مثير لمحمد بن سهيل بن هيان العامري من يأتي على المركز الثامن. وفي المركز التاسع وصل الصقار مع الجاري. يا سلام هذا الاسم اسم الجاري يا ما صالة هو جال مع شاهين بن خلفان الجاري شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي يتواجد مع أيضا الجاري بهذا الأداء الجميل. وعاشر المراكز الأسد علي بن الصغير بن حمد العويسي من يصل على المركز العاشر. هذه هي النتائج للعشر المراكز الأولى في شوط الختام. شوط مليء أيضا ببنوك المستقبل وبالزمول أيضا بهذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى هناك الباز المسيطر والمنطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. الباز هنا سيف بن مطر بن محمد بضبيعة لقتبي من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الواعي على المركز الثاني وشعار شاهين الفائز بالشوط الماضي. يتواجد صالح بن محمد بن سالمين العام على المركز الثالث. وفي ياتينا هنا ايضا مسكت الحمدي بن محسن بالحول الحارثي المركز الرابع. شاهين محمد بن حمد بن ملهوف لقتبي هو الجاري لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي خامسا. وفي المركز السادس الرمادي حمد بن سالم بن علي بن فطيس المري مع الرمادي على المركز السادس. وفي المركز السابع مثير محمد بن سيل بن هيان العامري. المركز السابع براق والمركز الثامن هنا يأتي براق. هذه الانطلاقة محمد بن ناصر بن طويل المنصوري ويأتي لافي عوض بن حمد بن عبلان لقتبي بهذا الانطلاق المميز الجميل. وعاشر مراكزنا المركز العاشر وصل نجد ضاحي بن يمعى بن ضاحي بن تميم من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي أيضا قادمة.
بهذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن الباز من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول بهذا الأداء المميز. السيف بن مطر بن محمد بالضبيعة هنا المتواجد بهذا الانطلاق المميز الجميل. وهناك المركز الثاني يأتينا الواعي لصالح بن محمد بن سالمين العامري على المركز الثاني، ويتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط بهذا الأداء المميز الجميل. والباز في المركز الثاني، الباز سيب بن مطر بن محمد بالضبيعة الجاري في المركز الثالث لشاهين بن قلفان المزروعي، وعلى المركز الرابع مسكت الحمدي بن محسن بالحول الحارثي، ووصل متعود، وصل متعود هنا أيضا، ومتعود أيضا بالأداء الجميل، متعود على الفوز، متعود على الناموس. مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من يأتينا هنا أيضا، ومتعود بالسلامات لأهالي مرغم خامسا، بينما المركز السادس عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي من يأتي على المركز السادس. المركز السابع هنا يأتينا شاهين محمد بن حمد بن ملهوف لقتبي من يأتي بهذا الانطلاق المميز الجميل. الوصول من مثير محمد بن سيد بن أيان العامري من ينطلق هنا أيضا ثامنا. المركز التاسع، تاسع مراكزنا هنا مع مخرجنا المميز أيضا هنا تيسير شنابلة، ما يقدم هذا الأداء المميز الجميل. ويأتي الأسد علي بن الصغير بن حمد العويسي، والمركز العاشر لافي عوض بن حمد بن عبلان لقتبي. هذه هي النتائج، ها هي النتائج هنا عبر المتابعة لدبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث المميز الجميل. الله الله، بدت الأوامر، بدت الانطلاقات، بدت التحديات، بدت الإثارة. متعود 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 دائما وأبدا بالفوز، متعود بالناموس، متعود بالإنجاز، متعود بالتحدي. ها هو متعود، تسلل إلى صدارة لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من انتزع الفوز والناموس وصدارة هذا الشوط حتى اللحظة. المركز الثاني بعد أن غادرنا الكيلو متر الأخير، المركز الثاني هناك عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي. المركز الثالث الواعي على المركز الثالث صالح بن محمد بن سالمين العامري. المركز الرابع مسكت يأتينا هنا بهذا الانطلاق المميز الحمدي بن محسن بن حول الحارثي، والجاري الجاري 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 شاهين بن خلفان المزروعي من يأتينا على المركز في هذه اللحظات. يا سلام، الله 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 الله، الزمول وهديرهن السنة غير، هديرهن غير 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 غير. يا سلام، متعود متعود، والجاري الجاري ومتعود. يا سلام على الصدارة، على المقدمة. يا سلام، اثنين في تنافس، في صراع لمن الفوز. هنا متعود على الصدارة والجاري قادم، متعود والجاري الجاري ومتعود. يا سلام، الله، الميتين متر، الميتين متر لمن الفوز، لمن الناموس. السلام وين؟ السلام حاير، السلام حاير بين العاصمة أبو ظبي وبين مرغم، بين العاصمة وبين مرغم. الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن متعود 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 على الفوز. سلام مرغم، سلام على هذا الأداء. شكرا للمحنك سيد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني الجاري لشاهين بن خلفان المزروعي. هناك يأتينا أيضا بمسكت له الحمدي بن محسن بن حول، ويأتي عنيد راهد بن حارب بن محمد الشامسي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس من أتى؟ وهناك انتزع المركز الخامس عند بن هيان. ونعود مشاهدينا الكرام هنا إلى التوقيت الزمني بعد صراع مرير. استطاع متعود كما تعود دائما وأبدا بالفوز، تعود بالناموس. تهانينا لسعيد بن راشد
راشد بن حمد بن غدير لكتبي شكرا يا المحنك على هذا الأداء. 10 دقائق 10 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني، بينما المركز الثاني الجاري من أتى وقدم عرض يشكر عليه، شكرا يا الصقار على هذا الأداء الذي قدمه الجاري لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي ب10 دقائق 11 ثانية وفاء وتماما وكمالا. أما المركز الثالث فكان من نصيب مسكت الحمدي بن محسن بالحوال الحارثي، أيضا قدم عرض يشكر عليه وقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق 11 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. ورابعا كان عنيد لأيضا راشد بن حارة بن محمد الشامسي. والمركز الخامس مشاهدينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، كان هناك أيضا الواعي من أتى لصالح بن محمد بن سالمين العامري، تهانينا والناموس.